بابا، فين بابا؟ كل عام وانت طيب. كل سنة وانت طيب. فين أبوك؟ ممكن ولادي يعرف تمسكي أختك وتخرج من البيت بدون تفكير. ترى أقسم بالله الوضع كان مرة خطير، خصوصا على أمي. ها، أحمد ربك إنك ما كنت هنا. مجال بابا في البكتيريا المنجرية مرة نادر. بالضبط، نادر زيه بالضبط. إيش فيه؟ أكيد قالت لك على الخبر، صح؟ عشان وحشتني. ما أنا عارف ليش الواحد لازم يقول مشاعر حقيقية للناس اللي بيحبها. سمعت إنك رحت لأبوك في بيته. تسمي ده بيت؟ أيوة أوكي، ذوق، أخلاق، كل شيء كيوت بابا، بس أسلوبه وطريقته. شايف أبو سن، افتح الطريق. من الجسح حاق تم 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 تعبا لاعب برررم. قالوا لك إنه أبوك مريض، صح؟ أنت قاصة شعرك كده عشان تهرب منك الأرسان ولا إيش يا بنتي؟ هذا اللي أنا قاعد بحاول أفهمك، هو من أول الفيروس هنا معانا. وصلت لشقة وفي أصوات عالية طالع من هذا الشقة. أنت متي؟ هدي، في أشياء قابلة للإصلاح وأشياء غير قابلة للإصلاح. معادلاتك أنت منصفة، مسائلك معقدة في الأغلب مقرفة، وداع العلم أنا واكي عند المعرفة، بس أنت منهجك متقلب صاير معرفة. يلعب عناني صباح أحلاكي لمجانين الأمم وراكي، يوم أقول عنك ملاكي واكتشف أنك هلاكي. في ناس عندها حساسية من الفول السوداني، أنا عندي حساسية من العيلة. على الله على الله على الله على الله خليها، كله على الله على الله على الله خليها. لو تسألني أعيد معاك الحكاية أعيدها تاني وتاني وتالت من البداية.